يعني عارفين القصور الإيرانية اللي بنشوفها في الفيديوهات واللي كنت بصورها في الفيديو اللي فات؟ احنا قاعدين في قصر زيهم. أنا عايز أقول لكم، أنا لو في يوم عندي بيت هموت وأفرشه من هنا. بصوا تفاصيل الحاجة، تحس نفسك قاعد في فيلم. بصوا تفاصيل النقوشات، فهمش إزاي من 500 سنة قدروا يعملوا مكان زي ده. بصوا البنت قاعدة بترسم بكل روقان، رسمة فنية جميلة، تحفة تحفة. أنا الصراحة مش حابب أمشي من هنا. اهلا بيكم في فيديو جديد من واحدة من احلى مدن العالم. اهلا بيكم في فيديو جديد من المدينة اللي فيها تقريبا نصف جمال العالم زي ما بيسموها. اهلا بيكم في اصفهان، واصفهان يعني نصف جهان، وجهان يعني العالم. اهلا بيكم في نصف جمال العالم. هنبدأ من محطة الباص اللي موجودة في طهران. عايز اقول لكم في كمية باصات بتروح لمدن مختلفة، لدرجة ان في باص من هنا بيتحرك، اللي هناك ده بيروح أنقرة، بيروح تركيا. تخيل تروح من تركيا لإيران بالباص او العكس، الموضوع مريح جدا وسهل. احنا هنركب الباص ده اللي قدامنا، لسه ما بدأش. مش هتصدقوا السعر تقريبا 4 دولار اوتوبيس 6 ساعات ب 4 دولار، رقم ولا حاجة. والميزة كمان ان هو اوتوبيس VIP، كرسي زي كرسي البيزنس كلاس بتاع الطيارة، مش اوتوبيس كرسي عادي. خلينا نطلع ونشوف ونبدأ الرحلة المتعبة اللي صراحة مش قادر لها، ولكن اصفهان يونا عشانها اي حاجة، يونا عشانها التعب. طبعا تقدر تسافر لاصفهان من طهران بثلاث طرق، بالباص بالطيارة او بالقطر، ولكن استحسن تحجزهم قبلها بفترة، يعني اتليست 4 5 ايام اسبوع. انا قررت احجز امبارح فما لقيتش قدامي غير الاتوبيس، فهنطلع بالاتوبيس. وده الاتوبيس، بصوا في اي بي ازاي، كرسيين وكرسي، كرسي كبير. بصوا قد ايه الباص واسع، انا قاعد في كرسي نايم. بعد 6 ساعات بالظبط وصلنا مدينة اصفهان. 6 ساعات بالملي، 6 ساعات الا 10 دقايق، ما بياخدوش بريك، ما بيعملوش اي حاجة هنا. باصات مريحة على 4 دولار. اهلا بكم في مدينة اصفهان. الساعة 6 الصبح هنروح على الفندق، واحد من احلى الفنادق اللي موجودة في ايران، فندق عبارة عن قصر. خلينا نروح نستكشفه ونستكشف المدينة مع بعض. خدنا تاكسي على طول وطلعنا. صباح الخير. بصوا عايز اقول لكم ان الايرانيين شعب نشيط جدا. الساعة 6 الصبح، المدينة زحمة بشكل اللي هو انا مش فاهمه في ايه 6 الصبح، ولكن الشعب بيشتغل والساعة بالنسبة لي نشيط، يعني من اللي انا بشوفه. وانا معرفش يمكن في الحقيقة هو مش كده، بس من اللي انا بشوفه ده نشاط جدا. يعني كمية خضار غير عادية بجد، يعني ايه ده، رغم ان المدينة صحراوية جدا، احنا يعتبر في قلب الصحراء، لكن جوه المدينة الاهتمام بالزرع، الخضار، الشجر، غابات، حدائق في كل مكان. وصلنا قصر المونشي اسمه، هو قصر حرفيا. قصر، تخيلين قاعدين في قصر. بصوا صوت جمال، واو. Which way؟ خدت بالك ان الاوضه بدائيه شويه وان هم عاملينها بقفل عادي، ولكن لما الباب ده يتفتح تحس نفسك، يعني عارفين القصور الايرانيه اللي بنشوفها في الفيديوهات واللي كنت بصورها في الفيديو اللي فات؟ احنا قاعدين في قصر زيهم. فوالا، عندنا النافورة بتاعتنا. Thank you. Well, the room is about 470 years old and this is one of our oldest rooms in the area. It's downstairs and up here we have something named Shahnashin. The translation is the area of king, and that's where we have our restaurant up there and the breakfast will up. And how old is the building? The whole building. It's a total building is about 400 to 500. Okay.
This is perfect. You're welcome. Thank you. تعالى الأوضة دي تقريبا 200 دولار ولكن 200 دولار لأربع أشخاص زي ما شفتوا في سريرين هنا والسرير كبير هناك ولو أنت جاي لوحدك وعايز تقعد برضو في نفس كونسبت القصر ده فسعر الأوضة العادية اللي بتشيل سنجل أو دبل سعرها 50-60 دولار كل ده بالفطار هوريكم لسه مكان الفطار مكان خيالي عظيم قبل ما نطلع نستكشف المدينة تخيلوا أنا قاعد في القصر ده ولوحدي واو تحس نفسك قاعد في فيلم بصوا تفاصيل النقوشات كل حاجة على الحيطة بقى مكان الفطار تحس نفسك فطار ملوكي اول حاجة في ست هنا تعمل سجادة قدامك هاند ميد بعد كده تخش ودايما هتلاقي نفسك لوحدك لو في اتنين بالعافية يبقى كده زحمة نطلع نستكشف واحدة من اقدم مدن العالم واحدة من اعظم واكبر مدن العالم قديما مدينة تقريبا بقالها اكتر من 2000 سنة قبل الميلاد يعني بقالها 4000 سنة مدينة عدى عليها عصور كتير مدينة فيها أطول بازار بروف في العالم فهنروح نستكشف البازار نزور المساجد ونعيش الأجواء مع بعض بتاعت أصفهان فيها عصور كتير وحاجات جميلة أول ما بتطلع من الفندق عشان تعرفوا مكان الفندق قد إيه حلو تلاقي نفسك في البازار على طول اللي أنا هتعشق فيه الصراحة لأن أنا مش عارف الطريق وما عنديش خطة لليوم هنستكشف مدينة أصفهان بطريقة عشوائية مع بعض أصفهان طبعا مشهورين بالمنتجات اليدوية العظيمة أحسن ناس في العالم تقريبا بيصنعوا منتجات يدويه موجودين في اصفهان نقوشات كل دي وحاجات اسعارها خياليه يعني بصوا هنا التفاصيل بتاع الراجل ده رهيب الصراحه وهو حاطط الانستجرام بتاعه اهو وبس نطلع سلام جيهان سكوير ميدان نقش جيهان احسن نقش جيهان هم بيقولوا عليه نقش جيهان اكبر ميدان في العالم متخيلين اكبر ميدان في العالم موجود في اصفهان يعني عندنا اكبر سوق واكبر ميادين العالم هنا في اصفهان بصوا كلها محلات قديمه بعدين بازار فاضي الناس بتاخد في النص اليوم بريك فبيقفلوا فهنروح الجامع ونرجع البازار في اخر اليوم لما الانوار تنور والحاجات الحلوه تبدا تبان نقش جيهان نقش جيهان اوكي وانا بتمشى لقيت المحل الجميل ده بصوا البنت قاعده بترسم بكل روقان رسمه فنيه جميله تحفه 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 كله قاعد بيعمل كل حاجه هاند ميد ها يس هاو ماني دايز ذس وان چند روز طول میکشه يعني اوكي تو الرسمه دي بتاخد منها اسبوعين وعندها حاجات يدويه ماجنت ذس ماجنت يس اوكي بص التفاصيل Thank you. مدينة اصفهان تقريبا واحدة من المدن القليلة اللي فاضلة في اي دولة اسلامية الشريعة فيها يهود هنا في اكبر نسبة من اليهود بتوع ايران يهود ايران موجودين في اصفهان مش بس كده يقال الله اعلم ان مدينة اصفهان هي اللي هيطلع منها المسيح الدجال بس كده دلوقتي داخلين السوق وهنا ده النظرات الأولى على أكبر ميدان في العالم ميدان طوله تقريبا 600 متر يعني قرابة الكيلو تخيلوا ميدان طوله 600 متر وعرضه تقريبا 200 متر ميدان عظيم ميدان كبير يعني لما تسافر أوروبا بره تشوف مثلا ميدان زي الأرك دي تريان في باريس ولا بلازا كاتالونيا في برشلونة بعد كده تيجي تشوف الجمال ده وإن الجمال ده معمول تقريبا بقاله أكتر من 500-600 سنة تنبهر الصراحة يعني منظر خيالي تلاقي نفسك لوحدك تروح اسبانيا وفرنسا زحمه وهنا انت بتتمشى في واحده من اجمل مدن العالم حرفيا لوحدي تمام الساحه دي لوحدها فيها معالم كتير قوي ومن اهم المعالم الجامع اللي ورايا ده اسمه جامع الشاه والشاه هو الشاه العباسي اللي عمل الميدان ده كان القصر بتاعه هناك زي ما انتوا شايفين تحسوا في بلكونه كده ده القصر بتاعه وبيبص على الميدان ده كله هناك في مسجد تاني وده المسجد بتاعه واحد من احلى المساجد في العالم خلينا نخش جوه نشوفه عامل ازاي طبعا احسن وقت انك تيجي تزور الميدان ده اللي هو بيسموه
نصف جهان أو أقشى جهان، جهان سكوير، وقت الغروب لأن الأنوار بتبدأ تنور والشمس بتهدى شوية والناس بتبقى طالعة وقاعدة، ولكن عشان معظم المعالم بتقفل بدري فالصح إنك تطلع تستكشف المدينة وتروح تزور القصور والمساجد وبعدين ترجع وقت الغروب بقى تستمتع بواحد من أحلى المناظر الموجودة في إيران وإصفهان. المزارات السياحية في إيران قد تكون هي أغلى حاجة في المنظومة كلها أو في السفرية كلها، ده لو أنت أجنبي. لو أنت إيراني بتدفع تقريبا عشر المبلغ، فالفرق ما بين الإيراني والأجنبي كبير جدا. يعني دخول مسجد رغم إن هو مسجد ولكن هو مش عارفه مفتوح للصلاة ولا لا، هنسأل. دخول المسجد تقريبا بيكلفك $4، مش كتير ولكن على مسجد شوية كتير. تفاصيل عظيمة. انا بجد كل ما ازور حاجة زي دي ان القشات دي كلها معمولة هاند ميد، دايما ما بفهمش ازاي من 500 سنة قدروا يعملوا مكان زي ده، وبالتفاصيل اللي موجودة على الحيطان كل ملي مرسوم مخصوص للمكان. مفيش حاجة صناعية، مفيش حاجة جاهزة زي ايامنا دلوقتي، فايه ده، تحفة معمارية فنية رهيبة الصراحة. يعني كل أوضة أحلى من اللي قبليها. الجامع فيه يعني أربع زوايا، بصوا السقف لوحده تحفة فنية، وهنا في دي معرفش ايه دي بس حطينا في النص كده. يعني يا رب تفضل إيران ما فيهاش سياح كتير. أنا بشجع الناس تيجي سياحة بس يا رب تفضل كده، لأنك تيجي مكان زي ده وتقعد فيه لوحدك كده تتأمل وتستمتع، ما ظنش في اي دولة تانية في العالم بتقدم السيرفيس دي. دي مفروض سيرفيس في حد ذاتها تكون بفلوس زيادة، انك هتيجي تاخد سياحة في اي بي. وبالنسبة لي مدينة زي اصفهان دي اقل واجب تقعد فيها اربع ايام. اربع ايام لان فيها كمية معالم اثرية، بقول لكم 6000 معلم اثري في مدينة صغيرة جدا يسكنها 2 مليون بني ادم، ومدينة عريقة وقديمة. نطلع بقى دلوقتي من المسجد، كفايه عليه كده عشان نلحق نزور باقي الحاجات، رغم ان انا الصراحه مش حابب امشي من هنا. مسجد عظيم جميل، يعني سبحان الله. كتير كمان بتتساءل هل الحجاب هيبقى ملزم لو انتوا بالذات عرب وجايين، في عرب مش محجبات عادي. اظن سهل جدا تيجوا، مش هقول لكم ان الحجاب فرض ولكن لازم يكون في شال على رقبتكم. لو داخلين مكان في امن كتير، داخلين مترو، داخلين مكان رسمي مطار، تحطوا الشال، حاجه بسيطه. ولكن زي ما انتوا شفتوا ورايا معظم البنات حاطه الشال على رقبتها وما بتلبسوش، الا لو في ظرف يكون معدي حد بتاع بيقول لهم البسوه بيحطوه ويقلعوه. فالموضوع مش زي ما انتوا فاكرين متشدد، الموضوع بيعدي بالذات لو انت سايح كمان، فالسايح يعني ما عندوش مشكله. بقى القصر، خليني اوريكم القصر من جوه. عايز اقول لكم بصوا، هو زي ما كنت بحكي لكم، تيكت للاجانب 2,500,000، تيكت للايراني 300,000. التيكت بالنسبه لنا ب $5، اما بالنسبه لهم تقريبا ب 70 سنت. 70 سنت يعني اقل من الخمس تقريبا بيدفعوا. داخلين قصر اسمه علي قبو بالاس، ده في فتر الشاه العباسي. مراحل التطور تقريبا اتعملت في حدود الـ70 سنة. 1577 كان بس مبنى صغير، وبعد كده بدا يتعمل حواليه السور بتاع المدينه اللي اتعمل بيه الميدان في 1602. بعدها ب 30 سنه 617 بنوا دور زياده، الدور الثالث، وهنا بقى كملت بالفراندا بالسوق بالممشى اللي في الظهر 1644. زي ما كنت بستغرب لسه بقول لكم ازاي بنوا الحاجات دي، فبنا الحاجات دي بياخد وقت ومده وزمن مجهود طويل، يعني تقريبا 70 سنة عشان تبني قصر. فانت لما بتبدأ تبني قصر بتبنيه عشان الأحفاد والأجيال اللي بعدك، مش انت غالبا اللي هتعيش فيه، بالذات لما يكون قصر بالفخامة والعظمة دي. هنطلع فوق بقى دلوقتي وعشان أوريكم قد إيه اللغة الفارسية مش صعبة. مساير ورود، به ورود يعني دخول المكان اللي هتورد منه، فاحنا هنخش هنا كده. باي.
واحد من احلى المناظر اللي شفتها في حياتي. ودي كده الدنيا زحمة، سياح كتير. واو، هنا بتشوف المسجد اللي كنا لسه فيه، وهنا المسجد التاني، والساحة والنافورة. يعني مش بس مناظر أثرية وجمال فني، بل جمال رباني. منظر الجبال والسحاب اللي محاوط المدينة من كل حتة. بص، هناك في جبال، هنا جبال، السحاب، كل حاجة. خلصنا القصر الجميل، ولسه الجو الدنيا شمس شوية رغم انه مش حر قوي. فأحلى حاجة بتميز المكان ده ان هو مكان مستطيلي كبير، فانت تقدر تمشي من جوه وقت الشمس بدل ما تطلع بره، وهو هيلف بيك من جوه. ده اللي بيخليه أطول بازار في العالم، بيمتد طوله 5 كيلومتر مربع. فأنا دلوقتي قاعد في الضلة، جو جميل، المحلات مشغلة تكييفاتها، تقدر تتمشى تتفرج على حاجات وانت بتنتقل من مكان لمكان. يعني أنا كنت في الجامع الأول، مشينا من جوه، جينا القصر، هنمشي من جوه، هنروح قصر تاني، وهكذا حتى نخلص جولتنا. فدي الميزة، إن أنت بتيجي مكان واحد صغير مربع، يعني حرفيا انت في ميدان تقدر تزور فيه اماكن اثريه، تقدر تشوف فيه تحف فنيه، تقدر تشوف فيه معالم، بازارات، تشتري كل حاجه نفسك فيها، سواء فنون او اكل، بهارات، كل حاجه تتخيلها موجوده في مربع واحد. للاسف في قصر مشهور لازم نروحه، فهنضطر نتمشى شويه. خرجنا من السوق وخرجنا من الميدان بتاع جيهان، ولكن لما بتخرج تلاقي نفسك برضو في خضار، جو مش متعب، بل بالعكس. بصوا القعدات الجميلة دي عاملينها للعامة، عندك شطرنج وقعدة رايقة، وعندك قعدات جميلة للناس، بل ممكن تعتبره متحف مفتوح، لأنه وانت بتتمشى في المدينة بتلاقي تماثيل لكل الشخصيات العامة المهمة، بتلاقي جيم. فانت لو تعبان وعايز تيجي تلعب شوية بادي ويت جيم والرياضة سريعة، تلعب شوية عقلة، شوية ظهر وكتف، اهو بصوا هنا ممكن تعمل دبس. الناس كلها قاعدة ورايقة. يعني انا مش عارف دلوقتي كل القصور دي اتبنت لمين. لما القصر اللي انا فيه ده يبعد عن القصر اللي احنا كنا لسه فيه تقريبا مسافة 200-300 متر، ده اسمه شيشلة، لو انا بنطقه صح، شيشلة بالاس. قصر عظيم، يعني دايما هتلاقوا النافورة ودايما الخضار. مش قادر افهم ازاي حافظوا على كميه الخضار دي في منطقه صحراويه صعبه، يعني درجه الحراره 38، منطقه مش سهله انك تحافظ فيها على خضار. ما اظنش ان في مطر كتير، لان انا حتى زرتها في الشتاء، الشتاء ما كانش بارد قوي. شجر طويل جميل، كل حاجه حلوه، مفيش دوشه، مفيش سياح، مفيش مثلا فرصه ان حاجه تتسرق منك. هو كلهم كام واحد، كلهم مرحبين جدا. خلينا نتفرج على القصر وكفايه كلام. انا الصراحة اماكن زي دي مش محتاجة كلام، جمال بس. خلينا نشوف القصر جوه عامل ازاي. واو، شايفين تفاصيل الرسمة؟ طب هل مدينة إصفهان مدينة بس تراثية وسياحية، ولا هي مدينة؟ المدينة دي قلت لكم يسكن فيها 2 مليون بني آدم، وهي ثالث أكبر مدينة في إيران كلها. فهتلاقي فيها أسواق ومناطق جميلة جدا للتمشية والخروج، وشعبها لذيذ. على سبيل المثال احنا ورانا المنطقة الأثرية القديمة، منطقة ميدان جيهان، ودي منطقة الشعب العام عادي، أسواق بقى ومحلات، شجر لا ينتهي. عايزين برضو نتعرف على المدينة شوية، فهنتمشى شوية ونستكشف مع بعض جمال مدينة إصفهان. ولو وصلت لهنا لايك وكومنت وماتنساش سبسكرايب، عشان قريب قوي لما نوصل 1 مليون ان شاء الله هيبقى في جيف اوي كبير مش بعيد، نسافر انا وحد نختاره سفرية قريب مع بعض. اكلة ايرانية سريعة اصفهانية. سلام، برياني؟ برياني. اوكي، اكلة سريعة حبيبي. انت من فين؟ ايراني؟ سي ايراني؟ اه يس. بتتكلم بتتكلم عربي؟ تعال. 50 50. اين تعلمت العربي؟
چه میگه؟ مثلا انت بتتكلم عربي؟ لا بس تفهم؟ لا 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 انجلش انجلش قالك اوكي ضربنا برياني. خلينا نشوف البرياني الاصفهاني الاصيل عامل ازاي. كنت فاكر ان البرياني عندهم يعني برياني رز ولحمه، ولكن ده البرياني بيجي عيش كده، ودي غالبا كفته، كفته مطحونه او مهروسه او لحمه مفرومه مش عارف. جاي معاها عيران نضرب كده بالعيش. بصوا لحمه مفرومه او سجق مش عارف افهم ايه هو، بس حاجه تحفه. محتاج بقى ايه شويه ليمون كده ودلعني مع بقى عيران بيحطوا هنا عليه نعناع. ايه ده كتر ما هو ميزز تحسه بايظ ولا انا يطلع بايظ؟ اكيد مش بايظ. ها حطينا عليه ليمون ونعناع. رجعنا تاني لساحة جيهان اللي اظن لو انت موجود في اصفهان حياتك كلها هتبقى بتدور حواليها، عشان نزور اهم بقى شارع في البازار. البازار بيسموه بازار قيصري او جراند بازار او بازار، يعني اسامي كتير ولكن في الاغلب بيكون بازار، لكن اسمه التاريخي قيصري. هتلاقي فيه ذهب كتير، حلات الذهب مشهورة قوي هنا والسعر رخيص جدا. انا عايز اقول لكم انا لو في يوم عندي بيت اموت وافرشه من هنا. بصوا تفاصيل الحاجه، ضمنه طاوله حاجات دي ب $500 $500 كلها هاند ميد تحف فنيه. Which one is like this one? This one about $35. This is chessboard inside backgammon, including all pieces, backgammon pieces, chess pieces, two dice for playing backgammon and one bag. And for example, this is how much? Like this size? 8 million to 1. 8 million. That's okay. 100. Yeah, 150. Wow, amazing. يعني كان نفسي يبقى عندي مكان. بصوا 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 دول. في عيد شيعي جاي قريب تقريبا بعد يومين، فهتلاقيهم في كل مكان بيوزعوا حاجات ببلاش على روح سيدنا علي او الحسين غالبا. يعني بصوا في كل مكان تقريبا اخر كام يوم هتلاقيهم بيوزعوا حاجات، اكل، عصاير، ما اي حاجه بقى، واي حد معدي في الشارع بياكل. وانا بتمشى عادي في السوق لقيت نفسي في ساحه ثانيه، الساحة تقريبا زي اللي احنا كنا فيها، كبيرة موت تقريبا. هنا المدينة كلها ساحات، واحلى حاجة فيها ان من ساعة ما دخلت مدينة اصفهان مش هتلاقي مثلا برج طويل او حاجة كبيرة. في طبعا جزء في المدينة ولكن بعيد جدا عن المدينة الاثرية، بقى جزء متطور، مباني حديثة، في مولات، في كل حاجة، ولكن يبقى ان المنطقة كاملة الاثرية ما تلمستش، ما بناش فيها عمارة بشكل جديد او اتزود عليها حاجة. المنطقة الاثرية كاملة زي ما هي. حاول اجيب لكم الصورة ليها بترم من فوق. على قد ما اصفهان جميلة ورخيصة، على قد ما دي ممكن اكتر مدينة في العالم تخلص لك فلوسك من كتر الاعمال الفنية وكبر السوق والحاجات اللي هتخليك ايه ده، ايه الجمال ده اللي مش موجود في اي حته تانية في العالم. وطبعا بالدقه والجمال ده سعره هيبقى خيالي، يعني القطعه اللي انت تاخدها من هنا ب $500 حتى لو ب $1,000 تمنها هي بره في اي حته 100% مش اقل من الضعف. فجهز فلوسك هنا عشان تخلص كتير، او حاول تيجي بشنطه صغيره عشان حاجتك الوحيده ان يبقى معكش مكان. ده المسجد التاني اللي هنخشه النهارده. سلام. اصفهان جامع، واحد من اقدم الجوامع برضو الموجوده هنا. عايز اقول لكم انا كل ده بتمشى بعشوائيه وعفو سلام من غير اي خطه ومن غير خريطه، انا بتمشى بس من كتر ما في معالم وتحف تتزار. امشي والحاجات هتيجي في وشك. اللي بيميز بقى جدا الجوامع الاصفهانية ان دايما هتلاقي فيها ساحة كبيرة في النص ودايما فيها اربع زوايا، واحد اثنين ثلاثة اربعة. ولكن اللي بيميز الجامع ده بالذات بقى جامع اصفهان انه اتبنى على كذا سنة، فكل مكان من دول واخد شكل او ستايل او حقبة زمنية مختلفة.
هنا مفيش نفس الالوان اللي هنا، هنا في مآذن، هنا مفيش، وهنا مفيش الوان خالص. احلى حاجه لما تركب تاكسي هنا حتى لو الراجل فاصل معاك، يعني انا ما فصلتش لان الراجل قال لي دولار، فقلت له يلا بسم الله، يعني انا اتمشيت لي بتاع ما لا يقل عن 40 دقيقه وعايز ارجع تاني للساحه الرئيسيه، فاخدنا تاكسي بدولار نريح شويه وارجع اوريكم الساحه بقى في اجمل وقت ليها، وقت الغروب. رجعنا للساحه وبقى بصوا كميه الناس اللي قاعده بتلعب والاطفال والشباب، عشان وقت الغروب جه والشمس بدات تروح والسحاب. النهارده الجو الصراحه جميل، درجه حراره 38، من غير السحاب ده كنت تعبت جامد في الفيديو، ولكن الحمد لله عدت. اطفال في كل مكان وعائلات. اديتوا ظهركم للساحه الكبيره وكانكم رايحين على البازار. هتلاقوا احلى كافيه واحلى منظر موجود في المدينه كلها هو الكافيه اللي فوق ده. هنطلع فوق نشرب حاجه ونروق ونتفرج على منظر الغروب من الكافيه اللي فوق هنا. الكافيه من قدام باب السوق، اسمه قيصري اصفهان على اسم السوق زي ما حكيت لكم، وهو ده السلم بتاعه متعب شويه. بصوا السلم قد ايه. مكان ليه مينيمم شارج دخول، لازم تدفع برضو نفس $5 اللي هي 2,500,000 ريال، زيه زي اي مزار غالبا. هم مثبتين المزارات كلها سعرها واحد، بس الفيو سهل $5 وليك انكلودد درينك. اي مكان في العالم اصلا عشان تقعد في كافيه صغير معفن هتدفع $5 في اي مشروب، فما بالكوا بالفيو العظيم ده. دي اللحظه اللي انا كنت مستنيها، اذان المغرب مع المنظر الرهيب ده، الجبل في الظهر، الغروب، الانوار بتاعه الساحه نورت، كل حاجه جميله، الجو بقى احلى بكتير. زحمه غير عاديه على يوم في نص الاسبوع، صح؟ يعني مفيش منطقه في الجنينه مفيش عيله قاعده فيها، او اطفال بتلعب او شباب متجمعه، الناس كلها خارجه. حاسس ان ده حاجه من الكالتشر الايراني، ان هم كلهم كل يوم سواء كان ويك اند او غيره يطلعوا يتفسحوا يتمشوا يقعدوا يلعبوا طاوله ياكلوا يأزأزوا يعني. فالكالتشر الايراني كالتشر معتمد لسه على فايب التسعينات ممكن نقول، او الالفينات او ما قبل ذلك، اللي هو الحياه العائليه الجميله المريحه البعيده، يمكن نقول اكتر عن السوشيال ميديا وعن القعده في البيت والانقطاع عن بعض. واحنا في طريقنا مروحين، زي ما قلت لكم الورش بتشتغل بالليل، عشان بالليل بيفتحوا النور بقى وما بيبقاش الجو حر وبيشتغل بمزاج. بص الراجل بتبقى زي دي في الاخر. سيم 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 سيم. كم يوم؟ الصابع ان قلم خورده. اوكي. ان تمام. بص 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 بتتحول لايه؟ قطع فنيه. هنا بيبقى فيه رسومات وشوش تحف بجد، فنانين بشكل. عندنا في مصر طبعا في كده كمان. السلام عليكم. السلام عليكم. أستا. What is your country? مصر. 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 Egypt. My name is Ahmed. سيف الله. سيف الله. Family. Family Egypt. مصر. مصر. أوكي. ميرسي. ميرسي. باي باي. خد حبس. السيسي. مهم. قال لي انها بتاخد 3 ايام وبتتحول للقطع الفنيه اللي انتوا شايفينها دي. 3 ايام. انا متخيل لو انا اشتغلت على حاجه زي دي، طبعا اكيد انا محتاج تدريب، ولكن مستحيل كنت اتخيل ان هو يقول لي 3 ايام. قلت مثلا اسبوع، 10 ايام، 3 اسابيع، لكن 3 ايام يخلص تحفه زي دي، خيال. وكده نكون رجعنا على القصر الجميل بتاعي وجولتنا في مدينه اصفهان. اتمنى تكون عجبتكم زي ما انا اتبسطت فيها، اتمنى تكون عشتوا الاجواء، واظن لازم تقرروا قريب وتيجوا مدينه اصفهان اللي فعلا جمالها مش طبيعي، لدرجه ان انا جيت امبارح من طهران عرفت اقضي يوم جميل. طبعا ما شفتش كل حاجه، ولكن اقدر دلوقتي عادي جدا اطلع على مدينه ثانيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدونوا لايك وكومنت سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي لسه مكملين في ايران من مدينة وقصة قوية. هنروح نزور عرب ايران في منطقة اسمها عربستان، عرب جوه ايران ليهم اقليم كامل بيتكلموا عربي
ولكن هم جزء من إيران. القصة سنوها في الفيديو الجاي. شوفكم الجمعة الجاية. سلام.